سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحه لاباس؟ كلشي مزيان؟ انا نقدم معكم واحد شويه ديال المخمل معمر بالخضر بالشلاضه اللي يعجبك باش تعمريه. المهم بارد كيتكال بارد، خبيزات ونعمرهم ان شاء الله. احنا مع كيلو ديال الطحين، الزلافه ديال السميده رقيقه، طحين رقيق، شويه ديال الملحه على القياس اللي بغيتي، هانتا شويه ديال الخميره، ها هي معكم، والعجينه بالحليب، الحليب دافي. احنا غنخلطوا الطحين هكا مع السميده والخميره، ها الحليب دافي، العجينه ديالي غنخلطها بالحليب دافي، ها بسم الله، كيجي خفيف تيجي، والعجينه تكون مطلوقه ما تكونش قاسحه، ها هو غير بالحليب كيجيو تبارك الله مزيانين. انا بغينا نشاركوه معكم، وان شاء الله حنا العجينه هي حدانا نيت كنعجنوها قدامكم مزيان وتكون مطلوقه، وغنعلكوها مزيان وان شاء الله من بعد غنوليو معكم ان شاء الله. دابا هي حنا كنعلكوها، من بعد ان شاء الله غنوريكم كيفاش العجينه كيفاش كتولي. غنعلكوها ونغطو واحد بلاستيكه ونخليوها ان شاء الله حتى تطلق مزيان كتكون مرخيه، وان شاء الله غنرجعو نضربوها على الطبله ونبقى نقطعو بالقطاع داير بحال ديال الحرشه، وان شاء الله غنرجعو معكم ان شاء الله. ها هي العجينه ديالنا اللي خلينا خمرات، ها هي علكناها وداكشي خليناها تخمر. ها الطحين باش غنقرص، هذا باش غنقطع خبيزات صغيورين، ها هما صافي، هذا غنفرقو على جوج ونديرو خبيزات وغنضربو بالمدلك، ومن بعد غنطبع بهذا هو ونخليهم يخمروا شويه، من بعد نطيبهم في المقله ان شاء الله، ومن بعد منين غيبردو نعمرهم ان شاء الله بداك الشيء اللي عندي في الدار ان شاء الله لا قسم الله. انا العجينه كنفرقها على جوج، نفرقها على جوج هكا، شويه ديال الطحين، نقلبها مزيان. انا غنخليها ترتاح، من بعد غنضربها ان شاء الله بالمدلك، هي الثانيه، العجينه كتكون مرخيفه، ومنين كتعلك مزيان وتخليها مرخيه تجي زوينه تبارك الله، كيجي لك مخمر مزيان. صافي هما جوج خبزات ديالي، هما ان شاء الله واحد خمسة دقائق هكاك ولا ثلاثة دقائق، انا ان شاء الله غنوليو نضربو بالمدوك وغتشوفوني ان شاء الله نرجع معاكم. ها هي دابا ها هي الخبيزة ديالنا، ها هي دابا نضربها بالمدلك، ها هي كنضربها بالمدلك شوي بشوي بشوي بالطحين، كنضربو بالمدلك بصح شويه رقيقه، هاهي العجينة ديالنا، مرة مرة تندير شوية ديال الطحين، ها حنا دابا كنطبعو هاكا، كنقطعو بالمقطع ديالنا،
ندير مغي صغار هكا، كنتبع وحده بوحده وحده بوحده هكا كنتبعو. من بعد ان شاء الله احنا كنتبعو دابا الخبز ديالنا، الخبيزه ديالنا، الخماره ديالنا، المخفى. احنا ان شاء الله من بعد غنديرو هنا هو المنديل، ها هو كل شي مختك دايرين. هانت الخوت هما غير صغار صافي، منين بغي نبدا ان شاء الله غنبدا من الاولى اللي حطيت صافي، ونبدا نطيب في المقله. ان شاء الله ملي نبدا نطيب في المقله ديك الساعه غنولي معكم ان شاء الله وتشوفوا كلشي. البنات ها هي العجينه اللي درت معكم، ها هي ها هي وجدتها، ها هي خمرت ليا شويه. انا دابا انا نديرها في المقيلات، المقلة هي هاد المقلة صغيرة كتهز ليا تقريبا خمسة، ها هي كنطيب وحدة بوحدة هاكا نتي كتشوفو يطيبو، نهزهم ان شاء الله. ومن بعد ان شاء الله منين يطيبو داكشي كلهم ما حد سخان كنحلهم، ها كنهزها كنقلبها هاكا غير كتشد راسها كنعاود نقلبها باش يتنفخو ليا. وان شاء الله صافي من بعد غنحلهم بالموس ما حد باقيين سخان، ومن بعد ان شاء الله ندوزو للعماره ان شاء الله نعمرو ان شاء الله. ها هما غير كيشدو ريسهم كنقلبهم باش ما يدوش، ما يمكنش تخليهم طيبو عاد تقلبو ما يتنفخوش، ما يفرقوش بيناتهم، ملي تبغي تحليهم غيعذبوك. ها انت ها هما ان شاء الله، ها هما كنحمر وحده بوحده غير بشويه، من بعد ان شاء الله نولي معكم ملي غنوجدهم كلهم غنطيبهم ونرجع معكم ان شاء الله. ها هي البنات العجينه اللي جنت معكم ديال المخمار بالحليب، ها هي هو هانت هاهوما تتخفاف عجنا مغي بالحليب، وهذا هما لي درت معاكم. هانت هاهوما شدنات، هانت كيجيو خفيفين و كيتحلو دغيا. كتعمريهم باش ما بغيتي، كتعمريهم بالشاورما، تعمريهم بالطون، بالخضر لي عجبك عمريهم. هانت تبارك الله، نص كيلو ديال الطحين وزلافه، نص زلافه ما وصلش ديال السميده الرقيقه. هانت هما دابا كنوجدهم ان شاء الله، راه وجدت الخضر اللي غندير فيهم كل واحد اش اللي كيبغي. هانت تبارك الله شتي هما كيتحلوا ان شاء الله من نعمر وغنرجع معكم ان شاء الله. هما البنات هما الخبيزات اللي درت معكم، ها هما ها هما تبارك الله، هما حليتو الخبيزات كيتخص تحلوهم سخان. ها هما انا دابا انا هاكيزو محكوكه، ها هي قياس اللي بغيت، ها هي صافي الزو الخيار مرقد كورنيتو، ها هو ها هو الزيتون مقطع، ها الطون، ها هو الطون، ها هو الخوت، ها هو بقية، المقادير، طمايس، ها هو هاو البنات، هاو القياس مع ما كنبغيش ندير انا بزاف ما كيبغيوش، هنا هاو هاو شويه د الملحه منكترش حيت الطول معاه تيكون مالح، هاهي وبزار ندير شويه ديال البزار، هاو الخليط ديالي. ومن بعد كندير فيه مايونيز، مايونيز اللي فيه الحامض، مايونيز اللي فيه الحامض، الماركة اللي فيها الحامض. هانت البنات هاهو هذا كله الخلاط كله كنخلطو، هذا الخيار كنخليه للزواق هو وهاد البيض هذا. من بعد والخس غندير له شويه الخس من الجناب، من بعد ان شاء الله نولي معكم. انا غنخلط المقادير ديالي هما غنخلطهم ان شاء الله ونرجع معكم. ملي كنخلطهم كاين اللي كيدير الفاشير، كاين اللي كيدير
بزاف ديال الحوايج بحال دابا ان شاء الله من بعد غنشارك معكم ديال الشاورما ان شاء الله غنشاركها معكم. كنصايبها في الدار كتجي مزيانه، كتصايبها في الدار كتشري الصدر ديال الدجاج كدير في الكونجيلاتور تخليه من بعد مديت وتقطعيه بالطروفه هكا بالموس. ان شاء الله شي نهار غندير معكم ان شاء الله باش تشوفوا. ها هي البنات، ها هما المخمرات اللي شاركت معكم، انا عمرتهم، ها هما تبارك الله جاوا زوينين، ها هما ان شاء الله من بعد غنقدم معكم ان شاء الله شي سميتهم مخمرات معمرين بالشاورما وغتشوفوهم معايا ان شاء الله. ها هي البنات، واحد كيلو ديال البطاطا مسلوقه مع جنتها دوك المخمرات تاع الويلات، راه جمعتهم خليتهم هكا تيحمروا شويه من بعد نطيبهم في المقله ونودي معكم تشوفوهم. دابا واحد كيلو ديال البطاطا ها هي سلقتها ودرتها غير بالفرشيط ها هي، ودابا غندير فيها جوج بيضات دي معقوده ساهله تبعوها الدراري. هانت شويه الملحه، قياس على الملحه وشويه البزار على القياس، مع الدراري ما كيبغوش البزار بزاف. هانت هانت شويه ديال الثومه وشويه ديال القزبر والمعدنوس. هانت هادشي اللي كندير فيها صافي، كنخلطها كامله. هي البنات كتجي زوينه ان شاء الله، انا غنبقى معكم بين ما نوجد دوك المخمرات، هما كيوجد باقي خاصهم شويه، انا كنخلي المخمرات يخمر. هاد البطاطا هذه كنشدها نسا هكا، ملحه على القياس، بزار على القياس، داك الشيء بوحدو شنو بغاو مع ولادي كيبغيو البطاطا، كندير البطاطا هكا من بعد ان شاء الله غنديرها في الطحينه دابا نقليها قدامكم ان شاء الله وغتشوف. السلام عليكم البنات، انا هذيك البطاطا اللي بولات اللي صايبت حداكم هذيك المعقوده ها هي، انا صايبتها كندير فيها موتزاريلا محكوكه من الداخل وكنجمعها، كنخليها حتى تبرد البطاطا كنجمعها بحال هكا. ها انت البنات هكا، وكندير كويرات هكا، كندير كويرات كنديرها في الطحين. هيا البنات كنديرها في الطحين، هاهما كي كيجيو كنديرها في الطحين، نديرها بحال هكا، أنا كنحطهم هنا، أنا نعاود حداكم، ومن بعد إن شاء الله من غندير هانتوما، أنا البطاطا كنخليها تا كتبرد تشد راسها مزيان، حيت الا كانت باقا سخونه ما كتبغيش تجمع ليا. هانتا انا كندير الطحين، ما كترش الطحين بزاف، انا كنعاود ندير هكا باش يشد فيها الطحين. هانتا خوت هانتا هانت شد البطاطا كتجي بحال شي مخمرات صغار. هانت انا كنحطهم هنايا وحده حده وحده، من بعد ملي كنكمل كلشي هذيك الساعه ان شاء الله نرجع معاكم عاوتاني. هات هي البطاطا اللي قلت لكم معقوده اللي صايبت ها هي، هيا نعاود نبرسها شويه ونحطها غير طحين، لا بيض لا والو غير طحين، وكنديرها في المقله بحال هكا ها طحين صافي، كنديرها وكنحمرهم ان شاء الله حتى يبغوا، كنحمر نقلبها وها المعقوده ديالنا ان شاء الله. منين غنولي معكم ان شاء الله، منين نكمل القليان غنولي معكم ان شاء الله. هاك الزيت تكون سخونه وتكون المقله ما تكونش عامره بزاف هكا، ما شاء الله كي دوك كيحمروا دابا النيت. هانت دوك البنات هانت ها هما بداو كيحمروا دغيا، غير طحين ما ديروا لا بيض ولا بيض كيدير كشكوشه كيخسر كاع الزيت. هانت هانت البنات هانت تبارك الله، ها هادي ياكلوا الدراري الصغار الكبار كلها. هانت تبارك الله، هنا نحطها معايا ان شاء الله، منين نكمل وغنولي معكم ان شاء الله. ها هي البنات، ها هي المعقوده اللي درت معكم البطاطا، ساهله ماهله ما فيها والو، فيها غير قزبور معدنوس جوج بيضات البطاطا مسلوقه والملحه والبزار، هادشي اللي فيها، والفرماج من الوسط الا بغيتي ديريها، بغيتيش ما عندكش ماشي مشكل. ها هي وسهله البنات، جربوها وردوا علينا ان شاء الله كي جاتكم،
الصحه والراحه. نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر ان شاء الله، كاين ما نقول نديرو عاوتاني ان شاء الله، نقدمو لكم حوايج اخرين، شهيوات اخرين.